السلام عليكم. لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله. سلام البنات، نهاركم مبروك، نتمنى تكونوا كاملين بخير وعلى خير. اليوم جيت نقدم لكم بطاطا في الفران، كتجي بواحد الطريقة سهلة وكتجي رائعة، نتمنىكم تجربوها وتخليوا لي الرأي ديالكم في الكومنتير. هانتوما كما كتشوفوا كتجي رائعة، كتجي مهرمشة حسن ما تديوها في الزيت. المهم هكا كتجي زوينة وكتجي يعني ما كتستهلكش من الزيت بزاف، نتمنىكم تجربوها. اولا كناخذوا بطاطا اللي تنكونوا سلقناها، شويه ديال الملح ما نسلقوهاش بزاف، صافي كنصفيوها من الماء ديالها. وكناخذوا شويه الربيع، شويه الملح، شويه السودانيه، شويه التحميره، قليل من الهريسه ولكن اختياريه، وشويه ديال مطيشه الحب والزبده. كناخذوا اناء صافي وكنخويو عليه مكونات كاملة كما كتشوفوا صافي، وكنخلطهم بيدي مزيان كاملة. قطع هاد الزبدة، بصراحة الزبدة كتعطي واحد اللون ذهبي زوين، اللي ما عندوش يدير الزيت ماشي مشكل. بصراحة هاد البنات هاد الطريقة ديال هاد البطاطا غتخليكم تستغناو عليها، متبقاوش تقليوها في الزيت، تبقاو ديرها غير هاد الطريقة، راه ساهلة واقتصادية وزوينة وكتعجب الدراري الصغار بزاف. المهم غنخلطوها مزيان حتى تبان لينا تخلطات كاملة. المهم خليكم معايا، إما خلطتها أنايا مزيان ديك الساعة نوريكم الشكل ديالها. هانتوما كتشوفو من بعد ما خلطتها كاملة مزيان، كناخد الإناء اللي غندير فيه، كنكب فيه شوية ديال الزيت، صافي هانتو. المهم ها هي ستناها هكا في الطاولة دهناها بالزيت، دابا غندخلوها للفران. ها هي البنات البطاطا ديالنا من بعد ما خرجت من الفران، قدموها هكا في الطريسلات، صراحة كتجي زوينة. هانتوما كيف ما كتشوفو، نقرب لكم الكاميرا، كتجي بهاد الطريقة هادي زوينة وكتجي مهرمشة، يعني زوينة تعجب الدراري الصغار وكلشي. نتمنىكم تجربو هاد الطريقة هادي.